نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع الوزير نبيل دوفريج والاستاذ البير كوستانيون. كنا عم نحكي عن الحكومه وعلي تعليقك بهالسياق، ما هيك؟ تفضل. بفتكر مشكلتنا نحن كسياسيين وكمجتمع مدني او مواطنين ما عم نقدر نحط نلوم الشخص اللي عم بيسبب العرقله. اذا بدنا نشوف مشكله الحكومه هي كثير ريليتد لمشكله رئاسه الجمهوريه. بدنا نرجع شوي لورا، انا بدي اتخطى شوي التمديد، موضوع تخطيناه زمان، وبفتكر نحن عم نتعامل مع مجلس النواب كسلطات امر واقع حتى لو نتمنى انه يصير في انتخابات قبل 2017. المشكله انه رئيس الجمهوريه مسموح دستوريا انه ما يصير في نصاب، يمكن ما حدا بيمنعهم، يمكن ما حدا بيمنعهم انه ما يجوا يحضروا، بس كمان ما فينا نقدر نمرق هيدا الشيء مرور الكرام. ما فينا نقدر نقبل على النواب تكتلات 8 اذار، الكامب تبع 8 اذار، يفوتوا يقعدوا برات المجلس النيابي باللوبي قاعدين عم يتحدثوا يعطوا تصريحات عالمية. طب بس علي عم بيصير كل شو بيعملوا؟ الفريق السياسي هون اللي مثاقب موجود عم بينزل 100%. ما انا 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 هون مشكلتي. مثلا صار امبارح في حديث للوزير الياس ابو صعب، كان قاعد عم بيحكي انه ما بنقدر نحن نعالج مشكله الاليه تبعيه الحكومه، وبعدنا عم نقول انه مثل كانه الرئيس موجود. طب ما انتم سبب بعدم وجود رئيس للبلد، فيكم تنزلوا وتنتخبوا هلا رئيس. انا وياك بدنا ندعيكم معنا بحلقه، يا ريت. انا كنت بتمنى يكون في حدا ممثل عن 8 اذار او عن تكتل الاصلاح والتغيير وتكتل جمعة الماضي الوفاء للمقاومه واللي قبلها 100%. اسمح لي بجمعه تجي ان شاء الله. اوكي، لا بس بهالموضوع معه. انا بس بدي ضوي على 14 اذار، شو محضرين؟ يعني دائما كمان حزب الكتائب في هذه المسألة عنده انتقادات، كمان الإلية داخل 14 أذار مثل الإلية الحكومية. ما في حدا عنده انتقادات؟ لا مش بس حزب الكتائب. قد الكتائب عندك انتقادات؟ هلا أنا عندي أكيد عندي انتقادات. أوقات وقت الواحد بيرفع السقف زيادة، أنا مش من طبعي أرفع السقف زيادة. طيب. وقت اللي بقعد ناس شغلات عارف إنه ممكن ما أوصل لها، لأنه لما حظي قليل أوصل لها، بخاف إنه أعملها مثل وقت اللي مثلا أنا انتقادي الأكبر على 14 أذار، وقت اللي جينا بعد بسنة انه راح نسقط امير لحوت. بالاجتماع قلت خلينا نسقط امير لحوت وبعدين بنقول راح سقطنا. يعني طيب هيدي شغله تفصيل وهلا مش تفصيل، في مهمه هيدي مشان الناس. طيب انا اللي بدي اقول لك انه نحن بننتقد لنحسن ستقولها، وصراحة لتحسنوا شروطكم او لا لنحسن او مصالحكم. اذار بركي فيك تاخديها مثل ما بتحب تاخديها. نحن بنظرنا 14 اذار لازم هي اول شيء ضروره وطنيه واقليميه ونموذج ممتاز عن شو فيها تكون المنطقه او شو فيها تنتج المنطقه. بس اللي بهمنا ودائما كان هيدا محور انتقاداتنا انه 14 اذار ترجع على صدقيتها الاساسيه. يعني نهار 14 اذار العفوي وهالتعبير اللي نزلوا الناس يقولوا خلص بقى لهالطبقه. شوفي شو محضرين للذكرى العاشره؟ اللي بدي اقول لك اياه صوره وحدويه قريبه. ماني بتنظيم الحفله، بس اللي بدي اقول لك اياه اللي بتمنى انه ترجع 14 اذار على صدقيتها وتظهر من سياسه المحاور، لانه سياسه المحاور هي اللي رح تخربنا. محاور داخل 14 أزار. لا، محاور الاقليميه. 14 اذار منا محور، 14 اذار منا السعوديه ضد ايران، 14 اذار هي فكره عن لبنان، هي العداله، هي السياده، هي كرامه المواطنين، هي تعبير عن الديمقراطيه، هذا هو مفهومنا ل 14 اذار. حضرتك عم تقول اليوم 14 اذار محور سعودي ضد ايران، هيك عم تشوف 14 اذار بلبنان؟ انا عم بقول لك شو بتقول. انا عم بسالك، عم بقول لا، عم يلفي بمعرض الانتقاد. رح اقول لك انا عندي صراحة معهودة، دائما في تجاذبات إقليمية ومحاور إقليمية بتجرب تجذب بعض اللاعبين اللبنانيين إلى سياستها للمحاور، وإيه 14 أذار انزلقت في أماكن محددة إلى سياسة محاور إقليمية. مثلا ما رح أعمل مراجعة على وحدة بس تناخد تناخد صار بعض الانزلاقات وتأثير بالسياسة الخارجية مثلا. أنا يعني وقت عملنا السنسين وفكينا ورجعنا، يعني صار في بعض التدخلات. يعني حضرتكم كنتوا ضد السنسين؟ يعني ما بعرف ولا انت راجعي انتوا ضد وحده عربيه ممكن تجلب الرئيس بشار الاسد الى الحظيره العربيه؟ بس نحن عندنا شروط وفي نهج متماسك لازم نكون منتهجينه ونكمل فيه. بس تفضل. انا شخصيا كنت ضد السنسين على الاخر. بس بدي اقول لك شغله،
انا وياك ما فينا نحط حالنا محل انا سعد الحريري وانت امين جميل. امين جميل الرئيس امين جميل من بعد ما استشهد بيير يلي كان انا بدي اقول من اهم الوزراء موجودين صحيح. لانه انا كنت اجتمع معه صحيح. بيير جميل الله يرحمه بعد بشهر صحيح كان عم بيجتمع مع السيد حسن السيد حسن نصر الله صحيح والتقى بناس كانوا ممكن صحيح. ما حدا بيعرف اذا لهم ضلع ام لا بعمليه الاغتيال باوقات انا وياك ممكن بنعصب بس هيدي سياسه عظمى نحن مع كبرى بركي ما بنقدر نوصل معالي الوزير الانتقاد بيكون بناء ولا نكمل محمد دنكر اختم لي الحلقه بتويت فيك بتويت ولا لا يلا سريعا بدي اعلق بس على موضوع صدقيه 14 اذار مش موضوع صدقية 14 أذار موضوع أنه 14 أذار حكت مثلا بسحب السلاح من لبنان صار لها 7-8 سنين وبعده السلاح موجود وصار سلاح زيادة حكت بأنها هي بدها ترد قوة الدولة والدولة ماني شايف أبدا قوة بالدولة فوين الصدقية بموضوع 14 أذار شو حتحقق 14 أذار زيادة بعد 10 سنين حققت خروج الجيش السوري من لبنان خروج الجيش السوري بالشكل وين هلا انا ماني حاسس عن الجيش السوري احنا واجهنا اذا بتسمح لي قرصنه فريق 8 اذار واغتيالات ورفع اصابع بالاعلام وعلى الارض وانا بعتبر انه 14 اذار عندها مشاكل كثيره وخزلت جمهورها باماكن بس 14 اذار حققت كثير بفضل قياداتها منها الرئيس سعد الحريري او الرئيس امين جميل والدكتور جعجع كله صار في اغلاط كله غلط نحن اول ناس غلطنا بس مفترض نتعلم من اخطائنا ونكمل وحققنا كثير بعد عنا كثير 14 اذار قد ايه صار مغتال منا عالم اختينه افضلهم بركي بس بعد باقي نخل بنكمل باللي بقيوا بدنا نكمل الحلقه مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع دكتوره رنا حجي تابعوا هذه الباحثه والناشطه اللي طلعت بين 10 مليون موظف فيدرالي امريكي اخذت جائزه افضل موظفه فيدراليه امريكيه بنت طرابلس تابعوا هذا الحديث الشيق معها بعد الفاصل انا بدي اشكركم استاذ نبيل الفريش يمكن الضيف الوحيد من وقت ما غيرنا الفورما كنت معنا من اول الحلقه لحلقة ومش عاجبك فيك تسالي يا ريت عاجبك فيك تساليها للموظف ايه اذا هي مع الباركينج بترمص اما لا تو ليت لانه مسجله للاسف مسجله حتى انا بملابس ثانيه فمش هيدا منه براكور بس معروف انه اللقاء سجل سابقا شكرا لك بدي اشكرك استاذ البير كوستانيع وجودك معنا ان شاء الله كمان بحلقه مقبله بنفصل اكثر يعني شؤون وشجون الكتائب ما بتخلص شكرا شباب البانلست اللي كانوا معنا اللي هن ناشطين بذكر مره جديده على مواقع التواصل الاجتماعي ومرت جاي رح نتعرف اكثر كمان على شو بتعملوا عبر تعريفها مش بس الاسامي اكثر انا المره الجايه بدي اجيب تويتر خلص كمان لازم ضروري صار ضروري كثير شكرا مشاهدينا على المتابعه نشوفكم الاسبوع المقبل وما تنسوا خليكم معنا بعد الفاصل تابعوا هذا اللقاء المسجل مع دكتوره رنا حجي لما كانت ببيروت وتم تكريمها بمدينتها بطرابلس الى اللقاء